عارفه انه بات بره معذور مش تقل الدنيا. انا عايزاكي في حاجه اهم، انت بنت اخويا، واذا ما شلتكيش في بيتي اشيلك في عينيا الاثنين، والاهم من كده انت مرات ابني، وابني ده كبير العيله واخر جدري فيها، والجدر ده لازم يبقى له فروع ولا اسم افندينا يموت. عارفه مش بايدك، عارفه، لكن احب افكرك انه عاش معاكي قبل ما يروح السجن ظلم 10 شهور وما حصلش. كان ساعتها عندنا وقت، لكن دلوقتي مفيش وقت، ما نقدرش نستنى، اتكلي على الله يلا وفرحينا. عارفة كل شيء بيد الله، بس برضو جعلنا أسباب، والست اللي ما تعرفش تجرجر جوزها لغاية سريرها ما تبقاش ست. يلا اتجدعاني كده وجيب لنا حتة النهاردة. خلاص ما بقاش فيه لا خشة ولا دم ولا أخلاق. عايزة الناس يقولوا على ست الحبايب إيه؟ مسرحاكي؟ ده جاري يا بص ومتربية معاه. جارك مش جارك ملناش فيه، يا بت تركزي في الكلمتين بتوع البص عشان تستفيدي. اسمعي يا بت، أنا عايزك تنتبه لقمة عيشك عشان ربنا يبارك لك في الألمونيا اللي أنت بتقفشيها. وبدل ما أنت سارحة معاه طول النهار كعب داير، هاتي هنا المحل، على الأقل يبقى تحت عينينا ومطمنين عليكي معاه. وبالمرة يفتح لك إزازتين تلاتة بيرة، وأهو الجار أولى بالشفعة. رمانة الطلة اللي مش في أوانها دي، عايزاك ضروري. بالسلامة انت يا روحي. اسمعي اوعى يحصل صرمحة برا المحل تاني، الصرمحة تتم هنا جوه المحل تحت عينيا. شلبي أمرني ذاكر لها باب الركلام صفحة 4. اعتبره حصل يا برنس، ده جيل مهبب لا بيذاكر ولا بينيل. يلا يا اختي انت وهي. يلا شلبي أمرني الكيت يا روحي. لا مؤاخذة يا نجم، باب الركلام ها؟ أموريني يا نجمة. بقول لك إيه يا مالت، اوعى تجيب سيرة الخميس بأياتها حاجة. خميس؟ سيرة حاجة؟ لو حطيناهم جنب بعض يطلعوا إيه يا نجمة؟ جرى إيه يا مالت؟ أنت هتعملهم عليا؟ ما أنت فاهمني كويس. اسمعيني كويس، أنا ابن السوق والكلام لازم يبقى أخد وعطا. عايز إيه تاني؟ مش كفاية اللي أنا عايزه مش هو اللي بيدور في دماغك. أمال عايز إيه يا أخويا؟ تخف رجله من هنا، ويا ريت تقطعيها خالص. شفتي اخر مره جالنا فيها المحل ايه اللي حصل؟ كان هيطربقوا، كنت هقلبه فرن بلدي، قدموا علينا نحس. خميس انت عارفه كويس دماغه جزمه قديمه ورمانه ما بتكدبش. عشان عارفه كويس يبقى لازم تيجي منك انت بدل ما حاجه تانيه تيجي مني انا، وهو عارف ان رمانه ما بتكدبش. ده انت مش ابن سوق، ده انت ابن دج. والدج يعني كلب، رمز الوفاء والاخلاص، يعني الملطي بيضون. خد مننا انا بقى واستلم. خميس هنا كل يوم وعايزني انا اقول له؟ اقول له. عايز انت تقول له؟ قول له يا اخويا، واللي حضر العفريت يبقى قابلني لو قدر يصرفه. سلام يا دوج. شكلها اخباريه في شنكه يا سعد الفاشل. لسه في اول الليل يا عارف، تحب تزهق ولا ايه؟ لا مش مساله زهق بس يعني. هات العربيه دي. ديت؟ لا 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 اللي بعدها. عدي يا بيه، عدي يا بيه. دي سعادتك؟ لا اللي وراها الميني باص. ده اتوبيس مدارس. انا عايز اتوبيس المدارس. تعالى يا بس رخصك. اركن لي على جنب. يلا يا بيه اركن على جنب. فتش يا عم. وده ايه ده يا نحنور؟ تباشير المدرسة؟ حدش عنده ضحكة يا سلف، أداري دموعي جواها. حدش عنده فرحة سلف، أنا
مش عارفني انا التوت مني انا مش انا انا مش عارفني انا توت مني انا مش انا انا مش عايز دوشه ابات بره ابات جوه دي حاجه تبع المزاج والكيف ماشي مش عايز عكنانه وبراحتي محدش عنده ضحكه السلف اداري امي مالها صوت في البيت صوت ايه؟ مين اللي ساجد يعمل؟ ممكن تكون قطه يا سي خميس الحريم يدخلوا الاول خال زوز زومات يخليكم في ضهري يلا في ايه؟ في حد كان بيحاول ينط من على السور يا فندم انتوا فين تتفرجوا؟ ورا يلا يا رجال ورا ايه يا ابني في ايه؟ طورت مني على البحر تتبعها ليه يا ابني؟ عملت لك ايه؟ طب سيب السكينة في ايدك دي يا ابني كده هتعور نفسك ما تخافش انا هسيب السلاح اهو اهو عشان تضطرني حاجة يا ابني سيب السكينة اللي في ايدك دي ما تخافيش يا كرام ما تخافيش يا حبيبتي ده ضيف وكرام الضيف ايه؟ واجب طبعا تشرب ايه يا ابني؟ تشرب ايه؟ شاي؟ شايك ايه؟ سكرك ايه؟ معلقه؟ ولا اتنين؟ ولا زياده؟ ايوه هي زياده يلا يلا اثبت خليك مخانق قوم قوم اخويا قوم تعالى خفيف ولا اي حاجه زمن الوحوش في ناس ما يرحموش زمن الوحوش حوش يا رب زمن الوحوش حوش يا رب يا رب يا رب في الزمن ده اتغيرت نفوس القرش يعلي صاحبه يتلم عليه كتير القرش يعلي
اللهم عليه. لا 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 لا. الو بتقول ايه؟ واد اتمسك؟ طب ما الحكومة شغالة كويس اهو. امال بيقولوا عليها عطلانة ليه؟ انت عارف هتعمل ايه كويس. احنا في زمن الوحوش، في ناس ما يرحموش. زمن الوحوش حوش يا رب. ازيك يا مال؟ عايشين في هوا معاليك يا باشا. عايز اشوفك كل بكرة الساعة 6 عشان يعزم. أمرني، أنا هنا عشان تأمرني. رمانة جاهزة؟ جاهزة ومستنياك حباية حباية. برافو يا مالت، هات البلط وحصلني. أمرك. إحنا في زمن الوحوش، ناس ما يرحموش. ياض حب على رجل سيدك افندينا. ياض انت ايه ما بتسمعش؟ بيقول لك وطي يبقى توطي. ما توطي ياض. بالراحه يا زوز، شويش يا مطي. ده مهما كان يتعدى اسير حرب، يعني لازم يتعامل حسب القانون الدولي. ولا تحب تتعامل حسب قانون افندينا؟ ناخد راي الرجاله عشان راجل ديمقراطي. ايه الديمقراطيه يا رجاله اللي تقول عليها يا افندينا؟ شفت، لازم اخد راي رجالتي، مش زي الكلب اللي بعتك تتهجم في انصاص الليالي على بيت افندينا. المره اللي فاتت يا زوز قلنا ابنه وضناه وروحناه، انما المره دي ده كلب متأجر. انا ايه الغباوه دي يا زوز؟ مطي. ايه رايكم يا رجاله، القانون الدولي ولا قانون افندينا؟ قانون افندينا طبعا. يبقى انا كده مضطر النفس لراسه عن جسمه وابعتها للكلب اللي بعته. وايه اللي هيقوله؟ ان خميس افندينا السجن تناه. بعد الشر افندينا. مع ان اصعب شيء قتل النفس. استعنا على الشهاب الله. خميس سيبه يمشي يا خميس. ايه؟ مش عاوز تقول لي انت شغال لحساب مين؟ يا ابني سكوتك ده هيلبسك القضيه دي كلها واللي فيها اعدام. ايه؟ مش عاوز تتكلم برضه؟ خايف؟ خايف من ايه؟ ابص لي، خايف من ايه؟ في ايه تخاف منه اكتر من الاعدام؟ ما ترد! رد عليا يا رجالي! تمام يا باشا. خير؟ في واحد يا فندم عايز يقابل سيادتك ضروري. شحتة مشاعل، صحفي في جريدة الشعلة، ومحتاج أعرف من حضرتك أسرار العملية، واسم الباشا هيكون في المانشيت. آسر منصور يواجه المجهول من أجل الوطن. هات الكاميرا دي. أغير المنشط؟ هات الكاميرا دي بتاعت الجريدة. هات. انت دخلت هنا ازاي؟ ما عرفش. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. والنبي ما انا سايقه والله بحبه. طب هو صحيح. الله ده باينه بجد. ايه ده باينه صحيح. الله يلا وين الشعبه ادينا. يا رمانه انت مستخبيه مني ولا ايه؟ لا ابدا يا باشا، انا موجوده اهو. انت عارفه مبدئي اللعب على المكشوف.
انت مش لابسه كتير قوي يعني عشان تاخدي الوقت ده كله. اطلعي بقى عشان ما زهقش. حاضر يا باشا، امرك. تعالي هنا، مفيش حد غريب. الله، مالك متخشبة كده؟ معلش يا باشا، أنا أصلي تعبانة شوية. هو قديم بس مقبول. الكلام ده ما ينفعنيش وانت عارف كده كويس. مين قال ما ينفعش؟ انا قلت ما ينفعش؟ هو قال ما ينفعش؟ انت قلتي ما ينفعش. اللي اعرفه كويس انه لازم ينفع يا نجمه. انت ايه يا اخي؟ ما بتعتقش؟ ما كفاكش اللي لهفته من ورا نحش لحمي كل السنين دي؟ اعتقني بقى وسيبني اروح لحالي. اسمعيني كويس، انت طلبت مني ما افتحش بقي بكلمه وانا طوعتك. انت كمان لازم تستهدي بالله وتنفذي كل اللي بطلبه منك. وبعدين عايز اسالك سؤال، هتروحي فين؟ Where you go؟ اجو مطرح ما جو يا اخويا، مالكش فيه. وبعدين لعلمك بقى، خميس لو شم خبر هيقفش جامد، وانت عارف كويس ممكن يعمل فيا وفيك ايه. احنا ليه نوصل الحكايه لكل ده؟ ما احنا ناس كبيره ودماغنا موزونه ونعرف نلعب صح، نعرف نلعب على كله ونعيش كله ونكسب من كله. وزي ما قالوا في الامثال، كله على كله لما نشوف افندينا اوعى نقول له. طبعا الملط بيضون جاب ورا ولف الحوار وحاول بيه سكه تانية، وكله لاجل عيون المكسب. والمكسب وحش؟ كلنا هنا عايشين عشان خاطر المكسب. انت لما بتهز وسطك مش عشان تترمي تحت رجليك الخمسات؟ ولما بتترمي تحت رجلين افندينا عشان يحمي ظهرك مش ده برضه عشان المكسب؟ ولما بتنزلي تقعدي مع الباشا تحت عشان يحمي حب الرمان ما يتبعترش على ترابيزات الزباين، كل ده عشان ايه؟ عشان الفايف باوند. صحيح، الاصل غالب. وقليل الاصل بس هو اللي ينسى كان ايه. لو من ناحية دي انت اصيل قوي. يبقى نعمل ايه؟ نهدى، نستهدى بالله، ونعقل وننتبه لنقمة عيشنا، وما نفتحش على نفسنا ابواب الفاير جهنم يعني يا حياتي. زي ما قالوا في الامثال، اللي على راسه بطحة يلبس لها باروكة. ميرسي يا روحي. ادينا نمنا وصحينا. افهم بقى، سمعوني. اللي عملناه ده كان في مصلحه الكل. انهي كل؟ انهي كل يا حاج؟ دي ناس اتجرأت وصلت لحد البيت، اسيب الكلب بتاعهم يروح ازاي؟ اهدى بس يا خميس، احنا لسه بنقول يا هادي، وانت لسه طالع والعين عليك، والحكومه لو شمت خبر. ايش دخل الحكومه في اللي انا بقوله؟ ولا احنا خلاص خدنا على الضرب؟ الرصاصة اللي تربصت لك ردين عليها يا خميس، واللي حصل امبارح ده مش هيعدي بالسهل، برضك ليه رد. ورديت على الرصاصة ازاي خير؟ بوظ للنوح عملية تقيلة، دافع فيها قرشين حلوين. قال؟ اه. بوظتها له ازاي؟ إخبارية للحكومة. ده كلام ده يا خل، ده كلام. من امتى ردنا بيبقى غدرة ولا خيانة؟ ومن امتى بندخل البوليس في المبال ده؟ لا إله إلا الله، عملتك دي لو اتكشفت مش هيتقام لنا قومة تاني في السوق، ولا حد هيهاوب ناحية شغلنا. اهدى بس يا خميس، دي قرصة ود. ده رد رخيص، رد رخيص يا حاجة. ما ينفعش يطلع من ناحية أفندينا ولا يطلع من إيدينا أبو سهنة. إيه؟ إيه ده؟ راح فين؟ سيبها تروح يا خميس، عندها ميعاد مع الدكتور. ماشي روح، بس متعيش لوحدك، خلي الزوز يوصلك. يلا زوز. قوم يا افندينا. لا مؤاخذة،
يا ملط. حسن فين؟ في ايه يا خميس؟ ومين غيرهم له مصلحة يا ولد؟ بس اللي حصل حصل في نفس الوقت يا كبير، يعني ما يلحقوش يوضبوها. بس ده بقى رد الرصاصة يا حمار، مش حكاية العيلة يتمسك، لا لا لا، ودي بقى دماغ أبو سنة مش دماغ خميس. اشمعنى يا معلم؟ عشان خميس ما يلعبش لعبة وسخة زي دي. جرالك يا معلم، مالك عمال تطبل له كده ليه؟ أنت ناسي عمل إيه مع عيالك؟ لا مش ناسي يا خفيف، بس بقى وصول الكار إنك تعرف ميزات عدوك قبل ما تعرف عيوبه. ده أنا عاوز تبقى كبير يعني. أنا لا عايز أبقى كبير ولا عايز أبقى صغير، من النهارده كل واحد فينا يعرف شمس البلاد وتطلع منين. خسارة. على كده على طول، كل ما يتزنق يخلع. معلش، اصبري عليها مطر بكره يعني. الحكاية بوخت قوي يا معلم. أنا لا بقيت حمل لخبطة براءة ولا حمل ألغازك. أنا بقى عايز أعرف راسي من رجليا في الليلة دي. صبر يا مطر. أيوة، يعني ناوي تعمل إيه؟ شفاعة، روح السلي كده ورا الواد اللي اتمسك، وأعرف إذا كان قال حاجة وقع بحاجة، وما ترجعليش إلا وأنت معاك المفيد، مش هتبقى فلوس وسمعة. حصل يا كبير. انت ما بتفكرش غير في الفلوس وناسي غريب خالص. بقولتلك الصبر يا ماترة. الله، هو السمع بقى بعافية ولا حاجة؟ مش يا معلم، هصبر هصبر. علم أخبية. ما تهدي نفسك شوية يا معلم، صحتك. هذا ازاي وانا عايش في وسط دول؟ دول ولا دول مش مهم، المهم صحتك انت يا سيد الناس. انا جبت لك القهوة. قول بتيل سكر عليك. سوريا. بيت يا سوريا، عايزاك. سيبي سوريا تظبط لي الحجر، النار اتطفت من قروكو. فيها يا معلم؟ لا لا لا، هوى عليها تقوم تشعلي. حاضر. اهو هوى 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 كده؟ لا هوى هوى اهو هوى هوى لغاية ما تشعلي. اهو الحجر ولع يا معلم. مش لوحده، وربنا ما هو لوحده، ده كل الحجارة ولعت. بقول لك ايه يا بنت؟ نعم. ما تيجي تسحكي ظهري شوية عشان يفك، عشان انسى الهم اللي فوق نفوخي ده. من عيني الاثنين، بس مش قدام الرجالة. انا هسبقك على فوق حضر القعدة. عين عليكي بنت متعاونة، بس محتاجة مجهود. لازم اطلع فوق، لازم. ما تيجي يا بنت وامشي الرجالة. ها يا علي، طمني. اتكلم ولا نطق بكلمه، نفس اللي قاله لك يا اخي. زي ما يكون ربطين لسنتهم من على بعد وبيحركوها بالموت كنترول، يمين يمين شمال شمال، مربينهم على السمع والطاعه خلاص. يا باشا زي الغنم، عصايه واحده تمشيهم صف واحد. الواد علي بحاول افهمه واقول له ان الحكايه دي ممكن توصلك للاعدام، ولا كانه سامعني. نزلوا فيه ضرب طول الليل، انه ينطق بكلمه ابدا. جتتهم نحست من كتر الهباب اللي بيتبعوه ده، ما عادوش حاسين بحاجه ولا حاسين بالدنيا، فصلوا عن الدنيا خالص. جبنا اهله وعيلته ومراته وعياله، نفس القطعيه، نفس التناحه والسنتحه، اكنهم ضاربين من نفس الشريط. علي، انا عاوز اعرف كل حاجه عن الواد ده. يا باشا بقول لك جبنا اهله وعيلته ومراته. يا علي، انا ما اقصدش ده، هم اهله يفرقوا عنه في حاجه. انا عاوز اعرف اصحابه اللي بيشتغل معاهم ويشتغلوا معاه، اللي بيكلمهم ويكلموه. هم دول يا علي اللي في الاخر ممكن يوصلونا لاول خيط نجيب بيه اخر السجاده. اوامرك. مدام كرامه، الحقيقه انا مش عارف اقول لك ايه. احنا كنا تقدمنا كتير كتير قوي،
إنما بس اللي حصل دلوقتي أنا شايف إن الحالة اتأخرت جدا ومش لاقي تفسير دوت. أنت مش ماشي على العلاج ولا إيه؟ طب ما في إيه بس؟ الحقيقة أنا توقعت لما جوزك يرجع إن حالتك هتتحسن. في حد مضايقك؟ طب في حاجة مضايقاكي؟ إيه هي؟ لازم تكوني صريحة معايا عشان أقدر أساعد في علاجك. اطمئني هتخلفي بإذن الله، بس كل حاجة هتيجي في وقتها. ثقي إنك ممكن تتكلمي تاني. أنت صحيح جيتيلي متأخر، لكن أنا ما زلت عندي أمل. إنما أي حاجة تانية بقى ممكن تستنى. لازم تعرفي ان الادويه اللي انا بديها لك ديت ما ينفعش تاخديها وانت حامل. هيبقى في تعارض بين حملك وبين العلاج اللي بديهولك. ده غير الاهم ان انت مش مهيئه نفسيا في الوقت دوت لحمل طفل والامومه. انا مش عايزك تكوني متضايقه من صراحتي، بس لازم اكون صريح معاكي عشان تقدري تساعدي نفسك وتساعديني في علاجك. مدام كرامة، ممكن أطلب منك طلب؟ يا ترى جوزك ممكن يشرفني هنا في العيادة؟ طيب طيب خلاص براحتك. حاضر حاضر فهمت، وبوعدك حتى لو قابلته بالصدفة مش هجيب له سيرة الخلفة دي نهائي. حاضر حاضر اطمئني، أهم حاجة بس إنك تنتظمي في العلاج وأنا أكتب لك دواء إضافي. ويا ريت يا مدام كرامة أشوفك الأسبوع اللي جاي في نفس الميعاد. مدام كرامة، هو جوزك بيشتغل إيه؟ شو؟ بلغني إن مراتك مش هنا، قلت أجي أعمل الوقت. لو انت ما بتعرفيش تعملي الواجب في اوضه النوم. الواجب واجب في اي حته. متشكرين يا بنت الوصول يا ذوق، انا اصلا خارج. طب ما يلزمش مني اي حاجه قبل ما تخرج. ما يلزمش. متاكد؟ متاكد. حاجه كده ولا كده؟ ولا كده ولا كده. راشو، انت بتثبتيني ولا ايه؟ معاش اللي يثبت. معاش اللي يثبت افندينا. بس انت لو طلبت لبن العصفور هيجيلك لحد عندك هو بذات نفسه والعصفور. طب مسكه بقى عشان يطير. العصفور. طب ما يطير هو انا ماسكاه؟ الدنيا براحة ايه؟ يتوب علينا ربنا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. اوعد اهل دايرتي الكرام، اول ما رجلي اتخطت عتبه المجلس لازم لا منطقه ولا فرد اتواجد. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. واوعد اوعد برضو اهل دايرتي الكرام، اول ما تمسمر في كرسي المجلس اوعدكم بالعيشه الكريمه بلا ذل بلا اهانه بلا ضرب على القفا. بقاش المر اسم الله عليه. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا فندينا، صباحنا زي الفل. جلوف اتفضل. هو في ايه؟ لا دي الحمله الانتخابيه بتاعت بجاش المري. ده الواد بجاش بتاعنا؟ اهو بعينه من بلطجي انتخابات اللي مترشح. هي بقت بالدراع ولا ايه؟ على قولك اهو قاعد جوه عمال يقول اهو. تحب تبص يا فندينا؟ ابص، انما قول لي مكتوب ايه الاول. بجاش المري في حلو ومري.
ولا اتاوى ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. كرامه؟ اه مكتوب كرامه؟ اه مكتوب كرامه. اتفضل شيشه المعلم يا كوارع. يا بنت الشباب كرامه، بكره الشعب عنده كرامه. ولا اتاوى ولا غرامه، بكره الشعب عنده كرامه. جنه الشباب اللي حامينا المعلم خميس افندينا. اسم الله عليه. اسم الله عليه. يا اهلا وسهلا بافندينا خطوه عزيزه. حمد لله على السلامه. اسم الله عليك. اسم الله عليك. تعال يا كتكوت. تعال البيت. تعال يا باشا. ريحوا الرجاله. هموت يا بيس، مرعوبة. ايه بس استهدي بالله يا ابله، والمصحف الشريف ده انا حاسه انك واخده عين، عين ما صليتش على النبي، عين وايه؟ مركزة. عين ايه بس؟ خميس خرج والملط عايزني اكمل مع الباشا، وانا محتاسة مش عارفة اعمل ايه في النصيبة دي. وده يا اختي ايه اللي فكر الباشا بينا تاني؟ ما هو كده يا اختي، يختص يختص ويقب تاني فجأة. اللعب على الكيف زي ما هو بيقول. طب ما تقولي الافندينا وهو يتصرف. لا انت اتجننتي؟ انت عايزاه يموتني؟ طب ما هو الباشا لو حس هيخلص عليكم انتوا الاثنين. ما هي دي النصيبه يا اختي، عشان كده انا مش عارفه اعمل ايه، ولا عارفه ارجع للباشا، ولا عارفه اتحمى في خميس. طب استهدي بالله بس كده، انت وصلي على النبي، وانت ان شاء الله ان شاء الله هتلاقي الحل جاي لك من عند ابو خيمه زرقاء. انا عارفه ان ملهاش حل غير رقبتي. كبير يا شفاعة طمني. البضاعة مين؟ وصلت بألف سلامة وفي طريقها على هنا. الحمد لله. عاوز بقى انت تجهز لي الاسطبل وتخلي لي السك على الاخر. مش عاوز جنس عامل موجود غيرك انت وخرفوش ورز، فاهم؟ امرك يا كبير. وجيب لي براءة من تحت قطيل الارض لغاية ما اصلي ركعتين. شكرا. براءة ليه يا كبير؟ ولا ما تشغلش دماغك، لا تاخدها الناحيه الثانيه. ها حصل يا كبير. فاكر يالا؟ فاكر يالا؟ ولا شفاعه؟ ها انت بقى على قط الزبون، عرفت الحبتين وجاي تبيع بيهم. يا فندينا طباخ السلم بيدوقه، وانا بقالي سنين ياما واقف قصاد باب المجلس، ادخل ده وامنع ده، واقول لده يقول واقول لده يسكت. الدنيا اتلخبطت خلاص، محدش فاهم حاجه، والبشوات اللي كنا واقفين وراهم فجاه بخ فص ملح وداب. لقيت نفسي واقف قصاد الباب لوحدي، قلت اخش. خش يا اخويا، خش وماله، ما يضرش. الناس تعبانه يا فندينا، لازمها دكر يقف لها في وش الدنيا وبلاويها. على فكره أنا اخترت رمز الوطواط لأنه يناسب المرحلة. ما هو بجاش هو وطواط المرحلة. أمال عضلات منفوخة، جيت واخد راحتها، مش باين لها طول من عرض. على قفا إيه؟ بسم الله ما شاء الله، 7 متر رايح جاي، شعر مغرد، عينين دبلي ملانة من نهب والفردة والأتوات. يعني بدل ما الناس يغنوا لك خوف، لا يغنوا لك شرعي. ما انت الذكر المنتظر بقى يا سيدي. الذكر؟ الذكر هو خرج من العشه ورجع لاهله وناسه، والكل بيتبارك بيه، وانا اول المتباركين. انا في ديك الساعه فندينا لما تقف معايا في الانتخابات، ده انا كده تبقى اتفتحت لي طاقه القدر، والدنيا زهزهت، والحظ انتم معايا. يا اخويا ما كانش باين عليك لما شفتني، ده انت تهتهت وريقك نشف واتنيلت بنيله كانك شفت عزرائيل. ايه بياض؟ ده انت بلطجي قديم. بلطجه خلاص بقت قله قيمه. اي عيل
ومعاه شله من اصحابه يقلع ملط ويمسك سنجه ويثبت اهل حتته. البلطجه عينت، بصيت حواليا قلت اشوف لي سكه تانيه. وبدل ما تقفش من جيوب الحاره او تقفش من جيوب الكل، بقول لك ايه يا بجاش؟ نعم. في الهتاف هنا في الاخر كان فيه بيقولوا حاجه كده، الشعب عنده ايه؟ كرامه. غيرها ليه؟ ما يصحش. عندك حق، ما تناسبش المرحله. بسم الله عليك. والمصحف ما قلت حاجة ولا اتكلمت ولا جبت سيرة حد، والمصحف ما قلت حاجة. ما تخافش، ما انا عارفك طول عمرك راجل وجدع. خايف ليه؟ خد مخمخ. ماشي ولعنا. Thank you.